ام جودي، انت بتعمل ايه؟ لا ده انا بس ببعت ايميل شغل. ايميل شغل؟ طيب خلص بقى وانا هستناك في الاوضه. في الاوضه امال؟ انا ليه حاسس ان انا داخل العب واحد صاحبي كوره؟ في ايه وترجع تزعل؟ انا الحق عليا يعني؟ يا بنتي انت ما بتتعلميش. يا امال نفسي مره كده حبت اشوفك لابسه قميص نوم بيبي دول، لكن على طول كده شوقي صاحبي. ايه يا امال؟ ايه يا امال؟ ليه ليه انا عملت فيكي ايه؟ ليه يا امال؟ وماله كده؟ انا بحب انام دفيانه على فكره. يعني تنامي دفيانه؟ امال انت لابسه ايه تحت البنطلون ده؟ ستريتش. ستريتش امال؟ انت عارفه امال انا اخر مره شفتك حلوه كان امتى؟ ليله العيد. ليله العيد؟ لا وليله فرح، عشان بس ما ابقاش كذاب. اعتبريني فرح، انسى ان انا جوزك. انا مش جوزك خلاص، انا فرح يا امال. عاملينها حلو مره مره. هو انت ليك اكل ولا بحلقه؟ اكل ولا بحلقه يا بنت؟ انا جوزك مش صاحبك. بعدين يا امال الحاجات دي كلمه حلوه، مود لطيف، شمعه كده شمعه كده. ده اللي بيتخانق بيشتم قبل ما يضرب. يا امال يا امال مش كده. على فكره انت بتركز في تفاصيل تافهه قوي، يعني كده كده النور بيبقى مظلم. الضلمه. الضلمه يا امال؟ هو انا مكتوب عليا اعيش معاكي في الضلمه يا امال؟ يا امال الرحمه حلوه، النور حلو على فكره، النور حلو. طب تعالى بس كده وانا يعني هحاول اولع لك النور، مفيش مشكله. لا لا معلش عندي شغل. عندك شغل ايه؟ ما انت بتقول ايميل واحد وخلاص وهتخلص يعني. لا بص اهو جبت 12 ايميل في 15 بس. طيب استعدك فيهم عشان نخلص بسرعه. لا لا شكرا. كده يا حبيبي برضو اهون عليك. امال امال انا بكتب بالانجليزي وعايز اركز. طيب هقول لك بس ده موضوع بسيط خالص يعني مش هناخد وقت. هو تطعيم يا امال، اوعي بقى يا. طب يعني 5 دقايق بس كده. امال ادخل معاكي واترفض يعني؟ مش فاهمك. امال بص امال بصي اهو 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 هيتخرب بيتك يا امال. خلاص بس بقى سيبيني بقى كده يا امجد. يعني امولة حبيبتك مش وحشك؟ امال انت حاطه جاز؟ جاز؟ بعدي بعدي كده بعدي كده. مش جاز على فكره، ده برفيوم غالي جدا. معلش غالي جدا، انا اللي مناخيري بايظه. طيب على فكره هدومك مش مظبوطه، ما تيجي اظبطها. انا اللي منعكشها، انا اللي منعكشها. بعدي بقى يا لهوي كده يا امجد. امال خش نام يا حبيبتي، انا جاي انا جاي. بصي هو بس 15 ايميل، كل واحده هاخد ساعه واجي. طب خلاص انا هنام جنبك هنا. نامي بس نامي كده. لا هنام كده. نامي كده بس اسكتي بقى. اهو يا لهوي كده كده. انت مصاحب هناك في امريكا؟ مصاحب يعني بس ما اتجوزتش. طب وانت عايز ترجع امريكا ليه؟ ما انت هنا ممكن تعيش كويس. بص يا ست البنات تاني؟ ما خلاص سوري نسيت. بص يا هبه، الحياه في امريكا موضوع مختلف تماما عن هنا. هناك كل حاجه مظبوطه، السباك ليه قيمه، تقدر تقولي كده يعني ان انسان ليه تمن. هنا لا. بتتكلم معايا كاني عمري ما سافرت، بس انا عكسك بقى. انا بحب البلد دي بكل حالاتها، حلوها ومرها بعشقها. نظام بقى فيلم عسل اسود وكده، وراجل بقى اللي عاش طول عمره في امريكا يرجع من المطار عشان مش قادر يسيب البلد. اي كلام على فكره. ممكن اسالك سؤال؟ ايه؟ انت ليه كنت عايزه تسفري بابا يتعالج بره؟ بص يا هاني، مش معنى انهم متقدمين في الطب يبقى خلاص نروح نهاجر هناك. عموما ربنا موجود هنا وهناك وفي كل حته. وانت نفسك شفت ربنا عمل ايه مع بابا؟ خف بمعجزه من غير ما يسافر ولا حاجه، صح؟ اي كلام بتقولي عشان تحببي نفسك في البلد. دي وجهه نظري. اوكي خلاص. بابا. الو؟ ايوه بابا، انا جاي لك في الطريق اهو.
حضرتك وصلت؟ طب انت ايه اللي خلاك تروح على الفندق؟ ما استنيتنيش ليه؟ طيب اوكي انا جاي لك حالا. الحمد لله على السلامة. انا مش هروح معاك علشان نجيب ابوك. لا بقول لك ايه، لازم تبقي جدعة. سيدي انا مش جدعة. عارفة يا يابا؟ انا في وقت من الاوقات كده قلت على الولد اللي انت مرتبطة بيه ده محظوظ. ليه محظوظ؟ عمري ما شفت واحدة مرتبطة بأهلها زيك كده، على الرغم انهم مختلفين تماما عنك، وليكي كذا شخصية، يعني شخصية مع أهلك، شخصية في الشغل، شخصية مع أصحابك. عرفتي بقى محظوظ ليه؟ احكي لي بقى، هو شغال إيه؟ بيعمل إيه؟ وأنت مالك؟ في بنت محترمة ترد على خطيبها كده لما أسألها عن حبيبها؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ أوعي تبيعيني قدام أبويا. طبعا هبيعك. لا خليك جدع بقى. قلت لك انا مش جدع. عايز اسالك سؤال، هو ابوك يعرف ابويا منين؟ انا اصحاب من زمان. مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حمزه. الحقيقه الاسبوع ده انا كنت محتار جدا اتكلم في ايه، لدرجه ان انا كلمتهم ان انا هعتذر الاسبوع ده، لان انا متعود ومعودكم ان احنا بنتكلم في مواضيع مهمه جاده، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى وقعني في موضوع من يومين. رحت ازور واحد صديق عزيز عليا جدا، اول ما وصلت لقيت فيه وكان فرح، أنا مش معترض، ربنا يزيد الأفراح طبعا، بس لما يكون في سبب. سألت وأنا مش متعود أسأل، إيه يا جماعة المواضيع؟ أنا عارف إنه ما عندوش بنات مثلا بيجوزهم، هو عنده ولد كبير شاب، طب إيه الموضوع؟ هل يا ترى الولد ده نجح مثلا بس ده مخلص كلية؟ هل اتجوز؟ أنا أعرف إنه متجوز. هل خلف؟ أنا أعرف إنه خلف. طب إيه؟ خد الدكتوراه مثلا؟ اتعين في شغلانة كبيرة؟ اترقى ترقية كبيرة؟ كسب يا نصيب؟ مش عارف. سألت فوقيت بإيه بقى؟ إنه خد الفيزا. الفيزا لأمريكا، ففرحانين جدا وعاملين له فرح وأهله بيهنوه. قال لي قول لي مبروك يا أنكل، أنا مسافر، مسافر أمريكا. خلاص أنا ما عنديش اعتراض، أنا عندي اعتراض على جملة واحدة. خلاص. يعني إيه خلاص؟ قال لي أنا مسافر خلاص. والغريب انه قال لي بارك لي. طيب اقول لك مبروك على ايه؟ على انك هتسيب ابوك وامك وهتخلع انت ومراتك من جذوركم وهتاخد ولادك للمجهول في مجتمع غير مجتمعك، بحجه ان انت الوحيد اللي شايف لهم في ده مستقبل احسن، على اساس انك رايح الجنه وفايت النار. يقول لي يا انكل حمزه، هو حضرتك ازاي مش فاهم ان هنا كل طموحاتي ملهاش مكان؟ يا انكل حمزه هناك كل حاجه احسن. الله يا ابني، هو هناك في ربنا وهنا لا؟ ده بيحاسبنا كلنا بطريقه واحده، لأنه مدينا كلنا قد بعضنا، يعني هنا زي هناك. ثم أنا مش ضد السفر، إنما السفر عشان تتعلم، عشان تكتسب خبرة، المهم ترجع في الآخر لتراب بلدك، تراب بلدك.
بلدك، وانا لما بقول ترجع بلدك ما بهزرش، علشان ما يطلعش حد سخيف يقول تراب بلدك ايه يا عم الحاج. عارفين مشكلة الجيل اللي طالع ده ايه؟ انه مش فاهم علاقته بتراب بلده. يا شباب والله احنا جيل حارب ولسه بيحارب علشان تراب البلد دي. انا متشكر جدا، تصبح على خير. الو، ها قوليلي ايه الاخبار؟ نامت على وش الفجر بعد ما ادت لها المنوم. طبعا كانت منهاره، مش قادره اوصفلك. بس انتي لازم تكلمي مامتها او تبعتي لها رساله تطمنيها عليها. ماما ينفعش كده. انا فعلا بعت لمامتها اس ام اس وطمنتها، هكلمها. طيب هكلمك تاني بعدين، باي. بونجور يا حبيبتي. بونجور يا بابا. انا رايح السوبر ماركت، عايزه حاجه؟ لا ميرسي. طيب بقول لك ايه، هو حسين ما كلمكيش؟ لا بس يسرى قالت لي ان هو تمام. اما نادل بصراحه؟ ليه نادل؟ هتلاقيه مركز في شغل. طيب عايزه حاجه؟ لا ميرسي يا بابا. اوكي باي باي. حكايتك دي يا راجل يا طيب لازم تكتبها في كتاب عشان حتى الناس تعرف ان مفيش حاجه بعيده على ربنا. الحمد لله الحمد لله. المهم يا كمال، عاوزين نكتب الكتاب. ما انا بقول لك لازم تكتب كتاب يا راجل. بقول لك ايه يا عم كمال، نكتب الكتاب، كتاب لولاد. طبعا. ايه رايكم الاسبوع الجاي كويس؟ لا لا. ليه؟ عندي شويه حاجات لسه ما جهزتهاش. وانا كمان عندي شغل ومش فاضي. شغل ايه؟ انت هتهرج؟ مالكش دعوه انت بالشغل، انا هتصرف. ازاي بس يا بابا؟ يا عم كمال احنا هنمشي وراهم، ها؟ نحدد انت الميعاد وهم غصب عنهم هيفضوا نفسيهم، ها؟ سبحان الله يا رب. ده كاتب كتاب، يعني نص ساعة. مش هيفضوا نص ساعة؟ بعد اذنك يا حاج، تسمح لي اخد عروسة ابني اتكلم معاها كلمتين على لوحدنا؟ اتفضل يا سيدي. ايه رايك يا هبه؟ ممكن تعزميني على فنجان قهوه؟ اتفضل. يلا. لا مالكش دعوه انت، خليك هنا لغايه ما نيجي. يلا يا هبه. كله هيبقى تمام ان شاء الله. ما عندكوش شيء هنا حد؟ يا سيدي اعمل اللي قلت عليه وبعدين تطلب شاي ولا اطلب اللي انت عايزه. نكتب الكتاب. ها؟ ما تبصليش كده. ها؟ خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، خلاص يا حاج. الحمد لله. عملت الديزاينات اللي انت قلت عليها؟ ايه رايك؟ ماما ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه؟ مصيبه. ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ طب هي فين دلوقتي؟ عند سارة صاحبتها. طب اهدي، انا هتصرف، انا هروح اجيبها. اختك هتسيبني يا امجد. ماما ما فيش حاجه من دي هتحصل، جان مش هتمشي خلاص. اهدي بقى، انا هنزل، انا جاي لكم حالا، جاي لكم حالا. سلام سلام. امال امال فين الموبايل؟ امال هات الموبايل. ممكن تفهمني ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ امال هات الموبايل. مش هسيك الموبايل غير لما تقولي ايه ده. بعت لحبيبه قلبك الاولانيه، انا محتاج لك قوي، عشان كده بقى كنت بتوديني عند بابا. امال مفيش وقت للكلام ده خالص، انا عندي مصيبه في البيت. المصيبه هي اللي انا هعملها فيك دلوقتي يا امجد. ايه امال؟ هو مفيش دم؟ بقول لك في مصيبه في البيت، هات الموبايل. يا اخي انت ايه؟ ما بتحسش؟ انا مش هسيبك تنزل غير لما تقول لي. انت بتعمل معايا كده ليه؟ طب اهدي بقى امال، والانجيل يا امال. انا الرساله دي بعتها قبل ما اوديك عند باباكي اصلا. يا كذاب يا قذر، بتحلف بالانجيل كذب كمان؟ بقول لك ايه، خوري من وشي وانا ناقصك. بقول لك يا زباله، مصيبه تشيلك، الهي تعمل حادثه وتموت.
امال الحقيني يا امال. مثل يا اخويا مثل. امال امجد. امجد في ايه يا امجد؟ مالك امجد؟ فوق يا امجد. امجد امجد والله ما قصدي، خلاص اسفه. امجد فوق يا امجد عشان خاطري فوق يا امجد. الو حد الحقني يا عمو. امجد واقع على الارض مش عارفه ماله. امجد مش عارفه يا عمو ماله. حد الحقني. امجد ما تسيبنيش لوحدي يا امجد. طبعا انت متفاجئه مش كده؟ انا اول مره شفتك وقلت لي اسم ابوكي قلت يا كمال ده الدنيا دي صغيرة قوي. أنا أعرف أبوكي من 30 سنة وكنت بدور عليه، ولما قابلتك نزلت له مصر وقلت له إن عايز ابني يقابلك. نفسي هاني يتجوز واحدة بنت أصول زيك. عارف إن حضرتك أنقذت حياتي من الموت لما اديتني التذكرة بتاعت الطيران؟ عارف أبوكي قال لي وأنا معاه، وبدل أنت بقى مقدرة ده. المهم إن أنا أنقذت حياتك. هبة أنا عايزك تنقذي هاني. هاني كويس بس كل عيبه دماغه. هو ولد طيب وجدع وما فيهوش حاجة تعيب. وأنتي شفتي في أي حاجة وحشة؟ الو. ايوه يا سارة. ازيك يا طنط؟ طمنيني يا سارة. هي لسه نايمه بس طبعا حالتها النفسيه زي الزفت. يا سارة انت مش متخيله انا وابوها حالتنا ازاي. طنط انا معاكي ان الموضوع صعب، بس الاصعب برضو ان هو يضربها ويسيبها تنزل من البيت في حالتها دي. باباها غصب عنه، غصب عنه يا سارة. ربنا يعلم هو فيه ايه. وهي كمان تعبانه على فكره. وكمان على فكره بقى هي ما كانتش ناويه انها تتجوزه وتسيبكم. يا طنط هي ما كانتش تعرف اصلا انه هيجي. طيب لما تصحى خليها تكلمني. حاضر باي باي. انا اسف ان انا جيت من غير معادي. خير؟ في ايه يا حسين؟ ممكن موجود؟ لا مش موجود. في حاجه؟ لا كنت عايزه في موضوع بسيط كده. كلمه. بس موضوع ايه يعني؟ ما تشغليش بالك، موضوع بسيط يعني. تشرب حاجه؟ والله مش عايز تعيبك يعني، ملوش لزوم. ده ايه الادب ده كله؟ تشرب ايه يا حسين؟ برتقان. برتقان؟ لسه هدخل المطبخ واطلع العصاره واعصر. انا ممكن اساعدك في كل ده. طب تعالى. سارة. انا بهدلتك معايا كتير. على لا يكون جاب نتيجه. انا اسف. ولا يهمك. فاكرة يا سارة أول مرة كلمتك فيها في التليفون؟ فاكرة. فاكرة لما غلطت فيكي وما كنتش عايز تأسف؟ فاكرة. طيب عنك. أنا بقى كنت عامل زي البرتقانة دي. محتاج حد يضغط عليا جدا عشان ينزل الحاجه الكويسه اللي فيا. انت عملتي كده؟ ويا ترى انت بقى سكري ولا بصور؟ ايه يا ساره خفه الدم دي؟ ده عادي عندك؟ يعني عشان انت بقيت كويس بجد. ما قلتليش بقى كنت عايز بابا ليه؟
يعني في موضوع كده كنت عايز اخد رأي فيه. موضوع ايه؟ أنا معجب بيك. أنت بتهزر صح؟ لا أنا فعلا معجب بيك سارة. أعتقد أن أنا استحق أن أنا أعرفك أكتر وأخد فرصة. تاخد فرصة في إيه؟ أنت مفيش فايدة منك أبدا؟ أنت عارفة كويس قوي يا سارة أن في فايدة مني، بدليل أن أنا بقيت كويس. عشان اتحسنت يومين؟ الموضوع مش موضوع يومين يا سارة، أنا فيها حاجات كتير اتغيرت وأنت السبب فيها. أيوة بس ده مش معناه أن أنت تعجب بيه. أنا عايز أتجوزك أصلا. بص يا حسين، أنا ساعدتك بس، أنت هتحب واحدة وهتتجوزها، مش شرط يكون أنا خالص على فكرة. في إيه يا سارة؟ أنا بقولك عايز أعرفك أكتر. عايز تعرفني ليه؟ حاسس من جوايا حاجة ناحيتك. أنا فيا حاجات اتغيرت عشان نفسي، بس فيا حاجات أكتر اتغيرت وأنت السبب فيها. أنا بحبك يا سارة، افهمي بقى. أنت آخر واحدة فكر فيها يا حسين، وحتى لو صدقتك، أنت تحديداً لأ. ليه؟ ما هو كل حاجة ليها سبب، قولي لي وجهة نظرك. عشان انا استحاله اتجوز واحد كان في يوم من الايام بيقول عليا ان انا ست مش محترمه وبتاعه رجاله ولما بتعب. انا مش عايزه اكمل. انا كنت بقول كده عشان استفزك بس. كذاب. انا بفهم كويس قوي في اللي بيتقال، امتى الواحد بيقوله هو مصدقه وامتى بيقوله خلاص. ايوه يا ساره، بس انا ساعتها كنت مش طبيعي. في كلام ما ينفعش يتنسي يا حسين. وبعدين ثانيه واحده، انت ازاي عايز تتجوز واحده لما سالت عليها الناس قالوا لك عنها كده؟ ساره فهميني، انا ساعتها كنت بحاول بس. انا مش عايزه كلام، كفاية كده. ماشي يا سارة. يوعبني تكون فاكرني مش عارف انك كنت بتعمل فيلم على البيت. تبقى عبيط. انا افهم اللي قدامي متربي ازاي، متربي في الشارع ولا لا؟ وانت ابوك ما سابكش تتربى في الشارع، ما سابكش تتمرمط زي ما انا اتمرمطت انا وهو من زمان. طب ما كلمتنيش ليه؟ طب يا حاج، عشان عجبتني وعشان هبه تتعلم حاجه هي كمان، ان الموضوع مش بالشكل بس. بص يا حاج، انا اصلا ما كنتش عايز. خليني اكمل كلامي، أخلص الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم لك وبعدين أتكلم زي ما أنت عايز. ماشي؟ ماشي يا حاج. ماشي. شوف يا ابني، الإنسان ده اتخلق من تراب. ماشي؟ ماشي. ماشي. وأنت اتخلقت في الطينة اللي اتولدت فيها، يعني صعب جدا إنك تخلع نفسك من الجذور اللي أنت اتولدت فيها وتروح تسافر. ربنا سبحانه وتعالى يا ابني خلقنا من تراب، يعني انت مربوط بالارض اللي انت اتولدت فيها، فصعب صعب انك تاخد قرار يخليك تعيش في بلد تاني. نتعلم فيها ماشي، نتعالج ماشي، نستورد نصدر ماشي، لكن نعيش لا. مش عارف يا حاج، معنى كده ان كل الناس اللي بتهاجر دي بيكونوا غلط؟ مش حالتك، مش حالتك يا هاني يا ابني. يعني انت يا ولد ابوك راجل صناعه عنده مصانع في البلد دي ومشغل ناس يانا، ها؟ ليه كل ده يروح لمجرد انك انت عايز تسيب ده كله وتسافر؟ ها؟ مجرد ان انت متطلع لحياه افضل عشان انت بس، عشان ذاتك انت بس. ها؟ اه شفت حضرتك قلت حياة أفضل. حياة أفضل شكلا بس مضمون صعب. اللي ابني بياخد قرار الهجرة دوت بيكون حياته هنا صعبة، ما بيقدرش ان هو يواجه الظروف فيسافر. بس صدق اللي بيسافر دوت دليل على انه ضعيف لأنه مش قادر يكبر هنا. مش قادر أقتنع بكلامك يا حاج. قدامي نماذج كتير جدا اتبهدلت هنا ونجحت بره جدا. يا ابني يا حبيبي دي وجهة نظري. وبعدين أنا إزاي كبرت أنا وأبوك في البلد دي، ها؟
ما احنا لو فكرنا بالشكل ده خلاص نمشي ونسيبها. يا حبيبي انت بتبهدلتش، انت عندك كل حاجة. ها؟ فاحمد ربنا، احمد ربنا وما تتبطرش على النعمة اللي ربنا اديها لك في بلدك. ها؟ فهمت؟ فهمت حاجة؟ ماشي. أنا مش هكلمك على هبة ولا هقول لك إنها بنت أصيلة ومتربية وبميت راجل، لا، أنا عايز أقول لك حاجة واحدة بس، لو صممت على السفر يا هاني ابعد عنها يا ابني، ابعد عنها، لأن بنتي مش هتسيب لأبوها ولا أمها ولا بلدها ولا شغلها ولا حاجات كتير، لو قعدت أعدد لك من هنا للصبح هي مش هتسيب ايه؟ شوف يا ابني، فكر فكر كويس وبعدين تقول لي، وانا عارف انك راجل، لو قلت كلمه مش هترجع ليها ابدا، وثق ثق لو انت مصمم على السفر انا اول واحد هكلم ابوك، هبقى اول واحد هساعدك. طب بص يا آية، مش هقدر أقف قدام حاجة تحت مصلحتك طبعا، بس يعني إحنا هنفتقدك جدا في وسطينا. أنا كمان زعلانة بجد على فكرة. طب عشان لو سيبنا سناء كده طبعا أنت عارفة النكد بتاعها، هتفضل تعيط للصبح. ده إيه يا أخي؟ البنت هتوحشني وأنا مش عايزاها تمشي بصراحة. مش بقول لك هنقعد بقى في تعديد للصبح، خلينا نتكلم جد بقى شويه. مين يمسك مكانك يا ايه؟ فتحي. فتحي كويس بقى، بس يعني بتمنى ما حدش يعرف قبل سفري. ليه؟ تعرف ممكن احتفظ بالاسباب. اوكي يا ايه براحتك، ما تنسيش تعدي على الاتش ار عشان تخلصي ورقك. هتوحشيني بجد. باجي معاكي؟ لا انا هبقى تمام. طنط اتكلمت وعايزاكي تكلمي. مش عارف اكلم حد دلوقتي، محتاجه اهدى شويه. انا همشي. اوكي خلي بالك من نفسك. اوكي كلميني. الو، انا هنا. هنونه حبيبتي وحشتيني قوي، كنت لسه بفكر فيكي من قريب. وانت كمان وحشتيني قوي قوي. بقول لك ايه، انا عايزه اطلب منك طلب. اموري. ايه ده هنا؟ ممكن ادخل؟ طبعا اتفضل. ازيك؟ على فكره يا بابي ما اعرفش اني جيت لك. ايه ده، ما انت جايه لوحدك؟ لا، هو انور الصور جابني. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن. امجد عنده ورم مش صغير على العصب البصري اسفل قاع المخ، وده السبب في الحاله اللي هو فيها. يا نهار اسود، ممكن تهدي شويه؟
ممكن تهدي يا مدام؟ انا دكتوره زيك وفاهمه انت بتقول ايه. العمليه بتتعمل دلوقتي ونسبه نجاحها مش قليله ومش كبيره. دكتور ممكن نسافر فرنسا نعملها هناك؟ الوقت مش في صالحنا، يا ريت نعملها له في اسرع وقت. طب مين بيعملها في مصر؟ هما اتنين، هنكلم الفاضي وهيجي يعملها له ان شاء الله. ايه اللي بيحصل لنا؟ في ايه؟ اهدي. الولد والبنت؟ عشان خاطري ايه؟ طب في ايه؟ في ايه؟ من فضلك انا مش مستعجل. امجد هيخف وهيبقى كويس وهيعمل العمليه. ان شاء الله هيخف. أجل كلميها، هي فين؟ حاضر هكلمها، بس انت هدي كل حاجة هتبقى ما تزعلش مني بجد. انا عارفة ان انا السبب في كل اللي حصل لك. انا كويس امال ومسامحك، مفيش حاجة. انا عايز جان، عايز انا اخف. هاتيني جان. حاضر. طب كلميها. هكلمها. حاضر. مش عارفه اقول لك حاجه. جان ما تقوليش حاجه. بعد الكلام اللي اتكلمته مع باباك ما ينفعش اقول لك حاجه. الا لو انت عايزه ان احنا نكمل مع بعض. بس لازم تعرفي في الحاله دي انت هتقابلي مشاكل وصعوبات كتير ومش سهله. كمان بحبك. أنا آسفة. آسفة بجد. أنا عارفة إني عملت لك مشاكل كتير. جان أنا اللي آسف إن أنا عملت لك مشاكل في البيت ومع باباكي ومامتك، بس أنا كنت كل أنا مش قادرة أسيبك. ايوه امال في ايه؟ امجد في ايه؟ امجد في المستشفى.